من ليس لهم يعني غاية في أن يتم تنظيم هذه الانتخابات يعني بالشكل الذي يتوقعه يعني كل المجتمع الجزائري، فهؤلاء في تقديركم وتقديرنا وفي تقدير الرأي السليم هم في اتجاه يعني وفي طريق لا يخدم المصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا للشعب الجزائري، هذا الشعب الذي هو ملتزم بكل ما من شأنه طرح يعني السكينة وطرح الهدنة وتمكين البلاد من أن تتمتع بالاستقرار. وجود هذه النائبة في يعني بداخل بلادنا دليل على أن تمت من الأوساط المغرضة التي لا 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 تتمنى الخير لبلادنا، وكان لسلطات البلاد في الكثير من المناسبات تحذير بشأن هؤلاء المغرضين الذين يسعون من خلال عملهم الأخلاقي وعملهم يعني الخبيث يعني في توفير شروط البلبلة وعدم الاستقرار للبلاد. لكن الحمد لله الجزائر يعني على طمأنينة تامة من قدراتها كدولة وكمؤسسات وكشعب في التصدي لكل هذه الأنواع يعني من يعني التصرفات التي لا تخدم يعني المصلحة الوطنية.